طيب في حديث تاني معلش حضرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة، ده حضرتك حديث صحيح؟ هذا الحديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة الذي فيه فإن صلاتكم معروضة علي في يوم الجمعة. قالوا كيف تعرض علينا صلاة عليك صلاتنا؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في إشكال بعض الشيء، يعني مش صحيح، يعني مش صحيح حضرتك؟ أقول محتمل الوجهين. إن كنت تفهمي الحديث في راوي اسمه عبد الرحمن ابن يزيد، اختلف في نسبته، هل هو ابن يزيد ابن جابر أو ابن تميم؟ أيوه. المثبت في الكتب عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وهذا ثقة، فعلى هذا القول يصحح الحديث. يصحح الحديث. اصبري. نعم. على هذا القول يصح الحديث. نعم. لكن عدد من علماء العلل يقولون هذا وهم، والصواب عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم. وابن تميم مجهول. فإذا رجحنا أقوال فريق من أهل العلل واعتمدنا قولهم سيضعف الحديث، لكن على السند الظاهر أمامنا السند يثبت. ففي الوجهان.